بالنسبه للسنسيفتي، احنا تشجعنا البارح انا ثم صار اضراب اعلان على وقفه احتجاجيه ولا اضراب على مستوى السنسيفتي. حق اسفنا لان صار اجتماع واجلنا فيه الاضراب اليوم 8 واحنا واحنا في بيننا معناتها توا قاعدين نتحاوروا باش الاضراب هذوما يتم الغائهم. حقيقة اليوم بلغني وتأسفت لهذا، وصفت حتى سيدة معناتها في محطة النقل البري ألا جاتني تتشكي تقول أنا اليوم حقي هبطت الجيبس ومشيت للسان سي اف تي باش نقص التيكي وجيت نقعدت ملوحة ما مروحتش اليوم بس في الجيبس. احنا طلبنا منها سماح وهذا إن شاء الله ما عادش يتكرر لأن الهدف متاعنا هو سيرورة المرفق العام، لكن قبل ما نحكيه على سيرورة المرفق العام زادة لازم نأمنوا ديمومة المرفق العام، لأن وضعية لسان سي اف تي ووضعية اليوم المالية العمومية ووضعية الشركات العمومية خاصة الشركات اللي هي تحت إشراف وزارة النقل راهي وضعية صعبة، وماذا بينا نتعاونوا كشريك اجتماعي كوزارة كمجتمع مدني كهيكل حكومية وحق حتى من القطاع الخاص باش نكونوا مع بعضنا باش نأمنوا هالمرفق العام ومهم وخاصة السكك الحديد لأننا نعرف وضعية السكة في البلاد. سيد وزير فما محضر جلسة صار بتاريخ 17 فبري نتاع منحة آخر السنة. مش منحة آخر السنة بركة، ثم عدد من الأقرار، لا لا ثم مطلب عام عدد من المطالب، وعلى إثر المحضر ذاك احنا تم تأجيل الإضراب واحنا مازلنا في الحوار باش نقبل باش نفيت الإضراب.